السلام عليكم، معكم مصطفى من جامعة مستر منتج. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موقع جديد، موقع اختصار رابط جديد وناس كتير بتتكلم. انا ليه بقى بشرح موقع اختصار رابط؟ عملت قبل كده استراتيجية او طريقة كسبت منها $70 موقع اختصار رابط. دي حاجة. تاني حاجة، مواقع اختصار رابط مهمة يا شباب لانها سهلة في الربح بتاعها، سهل عن بقية المواقع، يعني سهل والشغل فيها سهل، ممكن تقدر انك تكسب منها فلوس يوميا بشكل سهل جدا وفكرتها سهله. ده اللي بيخليني اقدر اشرح مواقع اختصار رابط كتير بحيث تلاقي افضل سي بي ام موجود، وبحيث تلاقي افضل ريفرال موجود، انك تستفيد باكبر قدر ممكن من المواقع دي. بس هو ده اللي انا اقصده، مواقع اختصار رابط الكتير اللي انا بشرحها وبس. وفي الفتره الجايه هشرح مواقع برده ما تعتبرش شرح كبيره او حاجه، لكن يعتبر شرح كويس للناس المبتدئه او للناس حتى اللي مش مبتدئه ان هم يكسبوا مواقع اختصار رابط لانها سهله. تمام. بس هو ده اللي بيخليني اشرح مواقع اختصار رابط. موقع النهارده متميز والسي بي ام بتاعه كويس جدا، وبرده الريفرال كويس جدا، ويعني شكله كده ماشي في السكه الصح اللي هو هتوديه انه يبقى افضل موقع اختصار رابط. وخلينا نشوف الموقع ده مع بعض. ولكن قبل ما نبدا حابب اتكلم عن حاجه معينه بس، اللي هو الناس بتاعه الدعم. الناس اللي عايز تدعم الحلقه الجايه هتبقى عنكم، فلو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان نشوف الحلقه الجايه. لو انت عايز تحب قناه يوتيوب وعايز دعم، فاتفرج على الحلقه الجايه ان شاء الله، هتفيدك جدا في حوار الدعم ده. وان شاء الله هنقدم فيها، او يعني هقول لكم على الفكره اللي هقدم بيها دعم للقنوات باذن الله في الفتره اللي جايه. وبس خلينا نشوف بقى الموقع ده مع بعض. طيب يا شباب، هو ده واجهه الموقع. وعلى فكره لسه ملاحظ حالا ان الميكروفون اللي بسجل بيه محتاج حجاره، الحجاره بتاعته فضيت تقريبا فمحتاج حجاره. مش مشكلة، فخلينا على طول نكمل. هنخش على طول على البيمنت بروف مثلا نشوف اثبات الدفع بتاعت الموقع. خلينا نبص، فتلاقي هنا ان الموقع صادق 100%. طبعا هو لسه ما جاليش اثباتات دفع ليا انا شخصيا، ولكن طبعا في الفترة الجاية اكيد هتلاقي اثباتات دفع مني انا. طبعا في الفترة اللي جاية زي ما انت شايف في اثباتات دفع 350 مش عارف كام 36، زي ما شايفين اثباتات دفع كتيرة اهي. فتمام، خلينا نروح عند ماي اكونت. لا، خلينا نروح عند البي اوت ريتس الاول ونشوف البي اوت ريتس بتاعت الموقع. هننزل تحت كده زي ما انت شايف، يونايتد ستيتس $11، الامارات $10، السعوديه $10، يونايتد كيندوم $10، مصر $9، ده ممتاز. مثلا جيرماني $9. ملحوظه، في حاجه اسمها انك تساوي السي بي ام بتاع البلاد، مساواه السي بي ام او مساواه معدل السي بي ام، حاجه زي كده يا شباب. بتلاقي المواقع رفع السي بي ام جدا 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 في بدايتها، وبعد كده يوم نزل السي بي ام خالص. المواقع دي اغلبها مواقع كويسه وكل حاجه، ولكن الحركه دي حركه مش كويسه، يعني دي حركه فعلا بتضايقني جدا. الموقع بثق فيها جدا وفجاه الاقي نزل السي بي ام بشكل كبير. يا رب الموقع ده ما يكونش منهم ان شاء الله. وخلينا نشوف بقيه الدول العربيه. مثلا الكويت $9 ده ممتاز، وقطر $9 ده كويس جدا برده، الجزائر $7 حلو، وتونس $6، والمغرب فين؟ مش عارف يا شباب، تقريبا المغرب مش موجودة هنا في الموقع. تقريبا المغرب مش موجودة، دي حاجة غريبة جدا بصراحة ما لاحظتهاش. أنا مش شايف كويس، مش عارف، بس تقريبا المغرب مش موجودة بالفعل. فدي حاجة، دي مشكلة. هحاول أتواصل مع صاحب الموقع على موضوع المغرب ده، لأنها طبعا دولة المغرب مهمة جدا جدا جدا، لان صورها كتير على الانترنت العربي بالذات. فخلينا ان شاء الله نتكلم معاه ونحاول نخليه يظبط موضوع المغرب ده. وخلينا نروح على طول على الساين ان عشان نقدر نعمل ريجستر ان نيو ميمبرشيب، عشان نقدر نعمل اكونت على الموقع. تكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد مره ثانيه، تقول له ايم نوت روت، وتقول له سبميت، والحمد لله كده بيتم معاك الاكونت. تقول له اي اوريدي هاف ميمبرشيب، وتكتب هنا الايميل او اليوزر نيم والباسورد، تقول له ساين ان. خلينا نشوف بقى المحتويات الداخليه في الموقع، نفس الواجهه اللي احنا عارفينها. وطبعا اول ما تخش بتلاقي ان هنا ممكن تكسب $10 عن طريق انك بتجيب 100 عضو يسجل في الريفرال بتاعك، وبتدي له الصوره على الموقع بتاعهم، وبتاخد $10 او من 5 ل $10، دي مش عارفها بالظبط، ولكن اعتقد هو قال لي $10، فانت بتاخد $10. فده حاجه مميزه جدا يا شباب في الموقع ده، تجيب 100 ريفرال عن طريق طبعا اليوتيوب، عن طريق اي حاجه ممكن تجيبهم بسهوله. فيعني ده موقع اختصار رابط يعني. تمام، ده طبعا التوتال فيوز بتاعتك. هنا التوتال ايرننجز، الريفرال ايرننجز، والافيرج سي بي ام، تمام، اللي هو السي بي ام المتوسط، ده مهم جدا طبعا. خلينا نروح عند الويزدرو عشان نشوف بيدفع من اول كام، او نشوف طرق الدفع الاول. طبعا هنا مش كاتب اي حاجه، نكتب كليك هير
ننزل تحت طرق الدفع عندك فودافون كاش من $1 والباير من $5 والبريفكت تمانية $50 وبموني $50 بيتكوين $20 والبايزة $5 والباي بال $5 بيتكوين $20 لانه بياخدوا عمولة كبيرة. فانصحك انصحك انصحك ما تدفعش عن طريق البيتكوين ابدا لان بياخدوا عمولة كبيرة. هنكتب هنا الفيرست نيم بتاعنا وهنا اللاست نيم وهنا مثلا الادرس بتاعك وهنا الادرس التاني ونكتب هنا المنصورة هنا برضو الزد اي بي كود البلد بتاعتنا مصر وهنا رقم التليفون تمام وهنا نختار وسيلة الدفع فودافون كاش ورقم التليفون تمام جميل جدا 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 ونقول له سبمايت تمام. تعال نروح عند الريفرال ده حاجه مهمه جدا خلينا نعرف بيدي 20% من ارباح الشخص مدى الحياه مهمه جدا طبعا ورقم 20% ده مش رقم قليل يا شباب اعتقد ان الرقم ده كويس جدا وان شاء الله ما يقلش عن كده لان برده بقيه المواقع قلت اتمنى ممكن ده يكون مختلف وما يقلش عن كده. ما اعتقدش ان في حاجه تانية ممكن نشرحها في الموقع ده يعني المانج لينكس دي بتلاقي فيها اللينكات بتاعتك واللينكات اللي انت خفيها وهنا التوتال التولز اسف دي بتلاقي فيها الكويك لينك لو انت عاوز تعمل لينك بسرعه لو عايز تختصر لينك بسرعه بتشيل بس الرابط ده تحط الرابط بتاعك وهنا الماش لينك لو عايز تختصر اكتر من لينك توصل لحد 20 لينك وتحط هنا اللينكات لو انت عامل مثلا بارتات العاب حاجه زي كده وبقيه الحاجات دي طبعا فول بيج سكريبت لو عايز تختصر رابط المدونه كلها او رابط المدونه كلها وهنا لو عايز تختصر رابط معينه بس بتشيل دول بتحط الرابط بتاعتك وبس. اعتقد الموقع هنا ما فيهوش اي حاجه عايز تكلم صاحب الموقع بتاعك على السبورت دي وبتكتب الايميل بتاعك والحاجات بتاعتك والبيانات وبتكتب المسج اللي انت عايزها وبتضغط على سبمايت وبتكلمه وان شاء الله بيرد عليك. ما اعتقد ما فيش اي حاجه تانيه تشرح الموقع ده موقع بس الموقع ده ان شاء الله مميز باذن الله يبقى موقع كويس جدا في الفتره اللي جايه واهم حاجه ان الموقع ده ان شاء الله صادق 100% وانتظروا باذن الله اثبات الدفع. بس كده دي كانت حلقه النهارده اتمنى تكون عجبتكم ويا ريت لو عجبتك الحلقه دي تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت مش مشترك وتستنى الحلقه الجايه لو انت صاحب قناه يوتيوب صغيره عشان تشوف الدعم. وبس كده شكرا عشان شفت الفيديو اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام.